have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. في ختام أعمال قمة بمدينة جوهانسبرغ، تجمع براكس يدعو 6 دول من بينهم مصر لتصبح أعضاء كاملي العضوية اعتبارا من يناير من عام 2024. في واقعة نادرة، الفريق أول لركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني يتجول بقاعدتين عسكريتين بمدينة أم درمان السودانية. بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 توقيف دونالد ترامب لفترة وجيزة بسجن فالتون بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية نائبا عاما اعتبارا من 19 من سبتمبر القادم. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارا من 2 سبتمبر القادم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية بمنظومة عمل المحاكم المصرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين. وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تجمع براكس المكون من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير من عام 2024. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بالثقة دول تجمع براكس كافة التي تربطها بمصر جميعا علاقات وثيقة، مؤكدا على تطلع مصر للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة القادمة. في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا أيضا، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام جلسة حوار رفيع المستوى باجتماعات القمة 15 لتجمع البريكس، قال إن مصر تطلع لكي تكون عضوا فاعلا ومؤثرا بهذا التجمع. ولقد حرصت مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة التي عقدت في إطار صيغة بريكس بلس، كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، ونتطلع لأن تكون مصر عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية
قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف التعامل المشترك في إطار التعاون الجنوب جنوب. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه يجب تكثيف كافة الجهود الدولية الهادفة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. واسمحوا لي ان استعرض رؤية مصر بشأن المجالات التي نرى أهمية التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، وهي كالتالي: اولا، ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع احد اهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير الزراعة والصناعات الغذائية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة. هذا بالإضافة إلى استعداد مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. في مدينة جوهانسبرغ أيضا، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقناة القاهرة الإخبارية إن مصر تسعى لتحقيق مزيد من التبادل التجاري مع دول تجمع بريكس. ثانيا، إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي. كما نتطلع إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخرا مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مسمى تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، بهدف خلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية متوسطة الدخل بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية. هذا بالإضافة إلى أهمية العمل المشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضا فيما بين الدول الأفريقية. في مدينة جوهانسبرغ أيضا، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقناة القاهرة الإخبارية إن مصر تسعى لتحقيق مزيد من التبادل التجاري مع دول تجمع بريكس. التجمع بيسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية، وبالتالي هنا مش هيبقى هناك سيطرة لعملة دولية محددة، بالعكس هيبقى هناك فرصة لتبادل التجاري ما بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية. الشيء الأهم هو التركيز على عملية شراكة ما بين الدول الأعضاء في مشروعات تنمية صناعية وتنمية زراعية وخلافه، وإن يبقى دي كلها مشروعات مشتركة بتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية في الوقت اللي احنا كلنا شايفين العالم في مخاض جديد، وكل رؤساء العالم اللي كانوا موجودين جوه النهارده القيادات كلهم بيتكلموا على تحديات ومشاكل بتواجهها دولهم، وان هم محتاجين مسانده هذه هذا التجمع علشان يساعدهم في التغلب على هذه. في مدينة جوهانسبرغ أيضا، أصدرت القمة 15 لتجمع بريكس بيانا ختاميا دعت فيه مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية بمجموعة بريكس اعتبارا من يناير من عام 2024. وقال البيان الختامي للقمة 15 لتجمع بريكس إن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا تقدم دعمها الكامل لروسيا في رئاستها لمجموعة بريكس عام 2024. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024.
اعتبارا من العام المقبل، أعلن قادة مجموعة بريكس انضمام 6 دول جديدة إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي. دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا اتفقت في قمتها السنوية في جوهانسبرغ على منح الارجنتين واثيوبيا وايران والسعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة العضوية الكاملة اعتبارا من الاول من يناير المقبل. الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تعد بلاده الاقوى في مجموعة الدول غير الغربية التي تمثل ربع اقتصاد العالم قال ان توسيع العضوية حدث تاريخي ونقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. وعقب إعلان ضمها لمجموعة بريكس، أعربت مصر عن تطلعها من أجل العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها، فيما عبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد على منصة إكس عن تقديره لموافقة قادة المجموعة على ضم بلاده. وهيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت لثلاثة أيام في جوهانسبرغ وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة قبول الأعضاء الجدد ومعايير ذلك. ويرى مراقبون أن من شأن انضمام عمالقة إنتاج نفط مثل السعودية والإمارات وإيران تعزيز النفوذ الاقتصادي للتكتل، بينما حذر مراقبون من أن انضمام إيران قد يهدد بتصوير بريكس على أنه تكتل مناهض للولايات المتحدة الأمريكية. في مدينة أم درمان السودانية تجول الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني الذي يخوض قتلا عنيفا في مواجهة قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي بقاعدتين عسكريتين. في أول ظهور له منذ 130 يوما خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، ظهر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم فجر الخميس في واقعة نادرة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع منتصف أبريل. البرهان تفقد قوات الجيش في قاعدة جبل سركاب بمنطقة كرري العسكرية التي كانت معقلاً رئيساً لقوات الدعم السريع قبل قصفها وتدميرها بواسطة الطيران الحربي وقاعدة وادي ستنا الجوية شمال أم درمان، حيث تجول بين الجنود الذين حيوه بحرارة. كلنا قاعدين الله أكبر السودان، لا عشان زول ولا عشان جهة ولا عشان فئة، نحن قاعد نقاتل ماجي السودان، وأخوانكم هناك موجودين في كل مكان. الله أكبر السودان، ولا هنا بلغكم تحيات ناس القيادة. كما دار البرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر. نشرت هذه المقاطع والصور فيما تزعم قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يوجد البرهان. وبعد ظهور البرهان في أم درمان التي شهدت معارك بين قوات الجيش والدعم السريع بعد الظهر، هبطت مروحية تقله في سلاح المدفعية في عطبرة بولاية النيل التي تبعد نحو 300 كيلومتر شمالي الخرطوم. وعقد البرهان اجتماعا مع كبار ضباط الجيش في سلاح المدفعية قبل أن يتفقد مصابي الجيش في مستشفى الشرطة في عطبرة. ومساء الخميس وصل البرهان إلى بورت سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، حيث سيتفقد قوات الجيش هناك ويلتقي مجموعة من الوزراء الموجودين هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وذكرت تقارير سودانية أن البرهان قد يبدأ اليوم الجمعة جولة خارجية تشمل عدة عواصم لبحث إنهاء الحرب في السودان. ميدانيا استمرت المعارك لليوم الرابع على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في معسكر المدرعات جنوب الخرطوم وسط تصريحات متضاربة وبيانات متضاربة من طرفي الصراع، حيث يدعي كل منهما السيطرة على المعسكر. صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك أكدت سيطرة قوات الجيش الكاملة على منطقة سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص
جيوب من وصفتهم بالمتمردين الهاربين. الله أكبر الله أكبر. في سجن فالتون بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، تم فجر اليوم الجمعة توقيف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة وجيزة بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020. وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتهم وتلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حددت قيمتها في حالة ترامب ب 200,000 دولار. لم يضطر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتحمل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي أوقف فيها هذا العام، لكن هذه المرة التقطت صورته الجنائية على غير رغبته. الصورة الجنائية التي التقطت لترامب كانت ضمن رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، حيث سلم نفسه لسلطات ولاية جورجيا، حيث تم أخذ بصماته قبل الإفراج عنه بكفالة تمهيدا لمحاكمته. ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض حضر إلى سجن مقاطعة فالتون في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث وجه القضاء له ول18 شخصا آخرين تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقبيل مغادرته إلى أتلانتا عاصمة الولاية، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث إنه يوم حزين آخر في الولايات المتحدة، وأنه يحاكم لأنه تحلى بالشجاعة للتشكيك بانتخابات مزورة ومسروقة. وسبق لعشرة متهمين آخرين في هذه القضية أن سلموا أنفسهم في هذا السجن، وقد أطلق سراح جميعهم بكفالة، وآخرهم كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز الذي دفع كفالة بقيمة 100,000 دولار. ورغم القضايا الجنائية التي تلقي بظلالها على محاولاته العودة إلى البيت الأبيض، يزداد تأييد لترامب قبل 5 أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024 حسب استطلاعات رأي. في العاصمة الروسية موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرة روسية ارتكب أخطاء لكنه حقق نتائج. عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا منذ مطلع التسعينيات، لقد كان رجلا ذو مصير معقد وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقق النتائج المرجوة. سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية. التحقيق سيستغرق بعض الوقت، فسيتم إجراؤه حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة، لا شك في ذلك. في العاصمة الأوكرانية كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ليست متورطة في حادث مصرع قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين. بادئ ذي بدء ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر، الجميع يعي من له علاقة بذلك. أنتم تعرفون أنه حين طلبت أوكرانيا من دول العالم أن تمدها بالطائرات لم يكن مثل هذا الأمر في بالنا، كنا نفكر في أمر آخر، احتجنا للدعم، وعلى الرغم من ذلك فإن موت بريغوجين سوف يساعد. بدأت الهند استكشاف سطح القمر بواسطة روبوت متحرك أنزلته بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. خطوة تلو خطوة، هذا ما يسير عليه برنامج الهند الفضائي. الهند بدأت استكشاف سطح القمر بواسطة روبوت متحرك أنزلته قبل يوم قرب القطب الجنوبي للقمر،
غير المستكشف إلى حد كبير في سابقة على صعيد العالم. الروبوت المتحرك بيرجين، ويعني الحكمة باللغة السنسكريتية، انطلق من المركبة بعد ساعات على الاحتفال على نطاق واسع في الهند بنجاحها في تحقيق طموحها وبكلفة منخفضة. الروبوت المزود بست عجلات والذي يعمل بالطاقة الشمسية سيتجول في المنطقة التي ما زالت غير محددة الملامح نسبيا، وسيبث صورا وبيانات علمية خلال مهمته التي تستمر أسبوعين. كانت مركبة الفضاء شاندريان 3 قد هبطت بنجاح الأربعاء بعد أيام على تحطم مركبة روسية في المنطقة ذاتها، وجاء النجاح الهندي الفضائي بعد 4 سنوات على فشل المهمة القمرية السابقة في عملية هبوطها الأخيرة، وفيما اعتبرت حينها انتكاسة هائلة لبرنامج الهند الفضائي. حظيت شاندريان 3 باهتمام كبير منذ انطلقت قبل نحو 6 أسابيع أمام أنظار آلاف المشاهدين. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد الأربعاء أن هبوط المركبة بنجاح على القمر هو أمر لم تحققه في السابق سوى الولايات المتحدة والصين وروسيا، يعد نجاحا للبشرية جمعاء. استغرقت المهمة الهندية وقتا أطول للوصول إلى القمر مقارنة مع مهمات أبولو في 60ينيات و70ينيات القرن الماضي والتي كانت تصله خلال أيام. وأطلقت شاندريان 3 على متن صاروخ أقل قوة وتعين عليها الدوران حول الأرض مرات عدة، وذلك لاكتساب سرعة قبل المضي في رحلتها التي استغرقت شهرا. في بيت السناري بالقاهرة تم افتتاح معرض لفنان تشكيلي نمساوي شاب يقدم فيه مجموعة أعمال فنية تناقش عددا من القضايا الإنسانية الهامة. قصائد غابة مهجورة، هذا هو عنوان معرض الفن التشكيلي لأحد الفنانين النمساويين والذي يدعى أجون كاي تيمرين، الذي تم افتتاحه ببيت السناري وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفن التشكيلي ويستمر لمدة 10 أيام. الرسالة التي أريد توصيلها هي أنه يتم اكتشاف نفسك والآخر من خلال الفن ومحاولة تقديم الأفكار التي أعبر بها عن نفسي والتعرف على نفسي من خلال الآخر حتى تكون التجربة بالشكل الذي نراه اليوم. المعرض يضم مجموعة من الأعمال المركبة والنحتية المنفذة بخامتي الحديد والخشب، وتتناول العديد من الأفكار الإنسانية السائدة في مختلف المجتمعات بطريقة رمزية، إلى جانب معالجات مستلهمة من طبيعة المجتمع المصري. المعرض النهاردة بالنسبة لي مفاجأة، لكن البعد يعني الشاعري بقى في الموضوع أنه هو كان بيكتب شعر وهو بيقول دي أن هي القصائد بتاعت الغابة المهجورة، يعني هو ده التعريف بتاع المعرض أو عنوانه. فأنت فعلا تحس أنه في نوع من الجفاف، في تعاطف وفي نفس الوقت تضاد ما بين الخامتين الخشب والمتل اللي موجود، يعني في حديد شديد قوي ومعاه الخشب. الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي أجون كاي تيمرين تعلم الفن على يد والده وعمه في النمسا وتركيا، وعمل في تصميم المنسوجات والأذياء، وجذبته الحضارة المصرية فأثرت في تكويناته ورؤيته الفنية. أندرو كامل، النيل. ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. في ختام أعمال القمة بمدينة جوهانسبرغ، تجمع بريكس يدعو 6 دول من بينهم مصر لتصبح أعضاء كاملي العضوية اعتبارا من يناير القادم. في واقعة نادرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني يتجول بقاعدتين عسكريتين بمدينة أم درمان السودانية. بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 توقيف دونالد ترامب لفترة وجيزة بسجن بولتون بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. أشكركم، نهاية أخبار السابعة صباحاً.